وفاق سطيف تمريرات حاضرة. عبد المؤمن نقل إلى بانوح، عادت مرة أخرى جعلي تحاول لكن الكرة تتخلص. هذه أيضا وجه بعد من أمام، عادت المحاولة في نقطتين أمام الفيحة أثرت على 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 هذا الفريق. الكرة تعود الآن سالم عند حارس المرمى مصطفى زغبة، هذا والسعد لعيب لعيب عبد الله السعيد، تمريرة أمامية إلى عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، الكرة أبعدت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، هذا عبد الفتاح عسيري هو اللي حاول فيها، أبعدت الكرة ومرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية أهلاوية. الأهلي لن يرضى بأن يخرج من هذه المباراة إلا منتصرا حتى يعيد مرة أخرى الفرحة لجماهير في الفترة القادمة عند مباريات مهمة في بطولة الدوري السعودي. مصطفى زغبة هو اللي أبعد الكرة الماضية وخلصها إلى ركلة ركنية أهلاوية للجهة اليسرى. نشاهد ونتابع الآن، كرة تعود الآن عبد الله السعيد، تمريرة محاولة عرضية عالية خطيرة بالراس وجاز، لكن زغبة زغبة خرج في التوقيت المناسب. آه على دياز، دياز أمام المرمى لم يحسن التصرف في اللقطة اللي حاول فيها لكن الكرة عادت سريعة. المحاولة الآن أمامية خلصها شيفو، يا سلام العقل زينة، العقل زينة، شيفو أبعدها 13 أمامية لعبد المؤمن، جابوا تمريرة خلف المدافعين، هذه خطيرة المحاولة والتسديدة، لكن شيفو يا سلام يا شيفو على مرتين أبعدها، خلصها محمد عبد الشافي إلى ركلة ركنية. لقطة جميلة في اللعبة الماضية، شوف الكرة وصلت ممتازة لسمير اللي سدد الأولى سدد الثانية، هذا حمزة هو اللي حاول، أو السعدي رضواني الظهير اللي هرب في اللقطة الماضية وكاد بأن يسجل الكرة العرضية الخطيرة، لكن أيضا تتخلى أخرى إلى إلياس سيدوم، تمريرة للأمام، هذه محاولة والتمريرة، يا سلام حلوة اللقطة حلوة اللعبة، يا سلام هدف جميل يسجل نادي وفاق سطيف، تيكي تاكا جزائرية، تيكي تاكا صيفية، وفاق سطيف يضع نفسه في المقدمة يسجل في هذه المباراة عن طريق ربما رضواني. نشاهد ونتابع الآن السعد رضواني، لاحظ الكرة العرضية كانت جميلة من بدايتها والنهاية من حمزة، أعتقد بأن حمزة بانوح، التمريرة من هواري فرحاني، لكن شوف المعلم، شوف ميسي الجزائر ولعباته ونقلاته، والنهاية السعيدة من حمزة بانوح رأس الحربة الوحيد يسجل في هذه المباراة ويضع نادي وفاق سطيف في المقدمة 1-0. حمزة بانوح يتقدم الآن بأول الأهداف لفرقة الأسود للكحلة والبيضة، سعداء جماهير وفاق سطيف، الجماهير الجزائرية الموجودة فيها. اللي قال جملة من الإيجابيات هذا المدرب الجديد نور الدين زكري اللي تمكن من تحقيق بداية جيدة لمشواره مع الفريق، استطاع في أول لقاء خارج ميدانه بأن يفوز على اتحاد العاصمة. هذا المدرب الواضح عزيري في ظرف وجيز استطاع هذا المدرب المدرب السابق لمولودية الجزائر نور الدين زكري أن يضيف بعض التغييرات والتسديدة على العارضة إلى ضربة مرمى على طريقة اللعب، اعتمد على خطة الدفاع المتقدم. قصطيب جزائرية سعودية، الكرة العرضية العالية تتخلص هذه وتبعد مرت إلى رمية تماس، وفاق سطيف في مواجهة، وفاق سطيف فاز في الذهاب بهدف عبد الرحمن غريب، في الإياب الآن حتى هذه اللحظة التقدم يأتي والكرة تعود الآن محاولة نوح الموسى، تمريرة لسعيد المولد، سعيد إلى نوح، عادت الكرة والمحاولة إلى الأمام فراس حاول لكن الكرة أيضا تتخلص وتبعد في العبد الشافي، وهذا نوح الموسى، تمريرات قصيرة ما بين عبي نادي الأهلي يبحثون عن حل الوصول إلى شباك مصطفى زغبة في الدقائق القادمة، ربما تأتي من خلال هذه الكرة، يا سلام
لكن في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية عبد الفتاح عسيري قادم أن يعيد الأمور إلى نقطة البداية، لكن الأهلي إن بقيت الأمور هكذا راح يسجل فراس وتمريرات الجميلة، فراس الموهبة القادمة لنادي الأهلي. الكرة بتعود سهلة لبودلان والمحاولة وصلت إلى إلياس، أعاد بالخلف، تمريرات قصيرة لمصرعة وفاق الصيف، مصطفى زغبة اللي يعيد الكرة بتجربة في بطولة كأس العرب 2012. الكرة بتعود الآن، محاولة هذه خطيرة، الكرة العرضية تتخلص تعود إلى عبد الله السعيد، عبد الله داخل منطقة الجزاء، عبد الله مضغوط عليه، هي الكرة وبعدت في اللقطة الماضية من هواري، عادت مرة أخرى يحاول فيها مضغوط، لكن الكرة تتخلص تعود إلى عبد الله، الكرة بتصل الآن، محاولة علي محمد الفتيل، نقل الكرة إلى عبد الفتاح، تمريرة إلى سعيد المولد، الكرة العرضية فيها لمسة لا حكم مرة تمر باستمرار اللعب، عادت الكرة إلى نمديل أمامية أكرم، وهذا عبد المؤمن جابه راح جابه انطلق جابه عرقل جابه، خطأ يحتسب لي عبد المؤمن جابه، خطأ يحتسب لي عبد المؤمن جابه. شوف هنا اللاعب الشاب الصغير اللي اليوم يجد الفرصة الكاملة في هذه المباراة، عبد الله المجرشي، وكرة ثابتة لنادي وفاق الصيف، هل يسجل من خلال هذه الكرة الفريق الجزائري ثاني الأهداف؟ الكرة العرضية العالية لكن أيضا أبعدها وخلصت ياز، عادت إلى عبد المؤمن جابه راوغ جابه تقدم جابه، كرة خطيرة والمحاولة عرضية لكن بدون عنوان، وصلت سهلة إلى عبد الله السعيد اللي يبحث عن بداية هجمة في الكرة القادمة والمحاولة القادمة. عبد الله السعيد نجم نادي الأهلي المصري، هنالك حديث كثير في الصحافة المصرية عن عبد الله السعيد، هل يعود إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز أو نادي الزمالك أو يعود إلى نادي الأهلي؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف كل هذه الأخبار والأقاويل، أو يستمر بقميص قلعة تركوز. الكرة 45، كرة بتعود الآن، محاولة في وسط الملعب لمصرعة فراس ونقلة أمامية، هذه تجديدة من نوح لكن الكرة تتخلص، عادت مرة أخرى تمريرة في الأمام لمصرعة مختار عريبي، كرة بتعود الآن، محاولة لفراس، نقلها للأمام شيفو، تمريرة ولمسة، عادت مرة أخرى إلى عبد الفتاح، عبد الفتاح تمريرة إلى شيفو، الكرة العرضية لكن هنالك راية وتسلل، راية وتسلل، مختار عريبي اللي ولد في 24 من 1900 بسطيف وتوفي في 1989. نتيجة تشير إلى تقدم الفريق الجزائري، سعيد المولد، سعيد جرب حظه لكن كرة تمرت عدت إلى ضربة مرمى، سلام إن شاء الله يا مجرام، عادت إلى عبد الله السعيد، عبد الله نقل كرة إلى عبد الرحمن بمهارته راح تقدم راوغ، عبد الرحمن غريب مضغوط عليه يبحث عن زميل، عبد الرحمن غريب نقلها إلى شيفو، الكرة العرضية لكن عدت ومرت إلى ركلة ركنية. عيدكم عيدنا، هذا ما رددوه، وهذه الكرة وصلت أمام المرمى للنادي الأهلي، خطأ من السلام، بتعمل إيه يا سعادة البيه؟ في اللقطة الماضية فرصة هدف المباراة الأول، الكرة باتجاه محمد عبد الشافي على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة لا زالت لعبد الشافي علي عرضية أمام المرمى، السلام، القلعة لا تكون على قارعة الطريق بل القلعة مكانها فوق، هكذا هي القلاع والحصون، وقلعة النادي الأهلي مكانها فوق، وسعيد المولد يسجل هدف التعادل للون الحياة.
لون الحياة دولار العرب، ها هو دولار العرب الأخضر. الألاوي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 6 على مطلع شوط المباراة الثاني. السعيد والأهلاوية سعداء لمولد ولد الفرحة وأعلن عن عودة النادي الأهلي. توني أقول توني أتكلم الأهلي شكله تغير والنتيجة تغيرت، وهذا هو يردد ويقول أهلاوي سلام. 1-100 باتجاه مهند، المهند تقدم، المهند النادي الأهلي أمام المرمى. حضر الجنون، ألم يطلقوا على أنفسهم بكرة وعشات والكرة إلى خارج الملعب. سبحان مغير الأحوال وسبحان من له دوام الحال. تتغير الأمور في مطلع شوط المباراة الثاني. النادي الأهلي، النادي الأهلي أصبح الفريق الآن شوف سعيد المولد صنع لعبد الله السعيد، قال له سجل، ما سجل، قال خلاص ما سجلت أنا أسجل، اتخذ القرار بنفسه سعيد وسجل الكرة للنادي الأهلي. كرة للأهلي أمام المرمى، عسيري بأبهى، راية وتسلل، راية وتسلل. السوداني وليد أحمد بذاته مسك اللقطة الماضية، شوفها راية وتسلل ممتاز الحكم السوداني وليد أحمد، القرار سليم في اللقطة الماضية. أي أنت متسلل، وصلت لمصطفى اللي بيلعبها عالية وأمامية.